يا محمد، ما قلت اللي شو بدك تتخصص؟ ان شاء الله لما اتخصص نوروسيرجي. يا زلمه ليش؟ شو جابك على التخصص؟ تخصص رائع، يعني مسؤوليه كبيره انك تفتح دماغ شخص وتجريه العمليه، اضافه الى انه الدماغ هو المتحكم الاساسي في الجسم والعواطف، ويعني هو المسؤول عن العواطف وكل شيء. طيب وين راح القلب؟ ما هو المسؤول عن العاطفه؟ القلب مجرد عضله. السلام عليكم، انا محمد غنايم. هل الحب من القلب ام من العقل؟ هذا السؤال الذي لطالما حيرني ولم أعرف جوابه حتى أصبح عمري 20 عاما، وهنا الآن أقدم لك الإجابة على طبق من يوتيوب. لأني في صغري تعلمت أن الحب مرتبط بالقلب، مثلا يقال أحبكم من قلبي، قلبي تألم على فراقك. ولكن عندما كبرت والتحقت بكلية الطب، وعندما درسنا تشريح فيزيائية القلب، لم نجده سوى عضلة تأخذ أوامرها من الدماغ ولكنها تتأثر به، وهذا الأمر يدركه الأطباء جيدا. قبل أن نكمل، نحن سنتكلم اليوم بشكل عميق وأكثر تفصيلا، فهذا بحث علمي وليس مجرد معلومة عامة. لذلك إذا كنت لا تحب التوسع بالأمور نتفهم ذلك. وهدفي من الفيديو بسيط جدا، أنك إذا فهمت أمر ما ستحسن التعامل والتحكم به. ونحن نتكلم عن الحب الذي أغلب مشاكلنا بسببه، فلو فهمت كيف يتكون الحب علميا ستكون حكيما وراقيا في تعاملك مع أحبائك. طيب لنبدأ بالمنطق. لو قمنا بنقل دماغك لجسد آخر ثم بعد ذلك أيقظناك، فاستيقظت وأنت في جسد ليس بجسدك والقلب ليس بقلبك، هل تعتقد أنك ستكون في حالة حب لحبيبة الشخص الذي انتقلت إلى جسده، كون أن القلب في هذا الجسد كان يحبها، أما أنك ستبقى تحب حبيبتك الأصلية؟ للأسف العلم لم يصل إلى هذا الجواب بعد، لأنه لم تسجل أي حالة نقل ناجحة للدماغ بعد، ولكن سجلت عمليات نقل ناجحة للقلب. وجاء عالم اسمه إيبان ستيكن وسأل المريض المنقول له: هل تحب فلانة التي هي حبيبة الشخص المنقول منه؟ وكانت إجابته سلبية، قال له: لا أعرفه حتى. طبعا لا شك في ذلك، لأن منطقة العاطفة والذاكرة موجودة في الدماغ وليس في القلب. يعني ملخص كل ما قلته إلى الآن أن الحب مصدره الدماغ وليس القلب، ولكن هل يعني هذا الكلام أن القلب ليس له علاقة بالحب؟ لا، يعني تخيل أن تقول لشخص: ما أنا أحبك من عقلي. يعني غريب ولو أنها منطقية. طيب ما هو الحب؟ الله أكبر، الحب أجمل ما قد يشعر به المرء، والحب أنواع. مثلا الحب بالنسبة لي تجاهكم، عندما أقرأ تعليقاتكم وأرى أحدكم مثلا يكتب في التعليقات أو يستفسر عن أمر ما، ثم أرى الجميع يحاول إجابته في جو يحفه الرقي، فأشعر بالحب. كنا ذلك اليوم 3 أشخاص في سيارة أجرة، أنا والسائق ورفيقه، رفيق السائق، وإذا بالسائق يخبر رفيقه، يقول: هل تعلم أني تركت خطيبتي السابقة؟ كانت فتاة طيبة، ولكني كما تعلم أعمل سائق أجرة والفتيات تصعد معي باستمرار، وعندما وجدت فتاة أجمل من خطيبتي تركتها، كيف أبقى مع فتاة لا يكفي جمالها لإبعادي عن جمال الأخريات؟ هذا الموقف عندما أخبرتك إياه الآن، من المؤكد أنك شعرت بالكره تجاه السائق وشعرت بالعطف تجاه خطيبته السابقة، على الرغم من أنك لم تكن هناك حتى ولا تعرفهما شخصيا، ولكن هو الدماغ. يقول العلماء أن أي شخص تقع عيناك عليه لمدة 90 ثانية يبدأ عقلك وبشكل غير إرادي بتصنيف هذا الشخص، إما بقبوله أو رفضه. طبعا هذه المدة تزيد إذا كنت تتخيله، تزيد إلى 4 دقائق. يعني باختصار الذي أريد الوصول إليه أن الحب أو الكره يبدأ من اللاوعي الخاص بنا، أي من الدماغ وليس من القلب، وهو شعور غير إرادي. لذلك تجد مصطلح الحب من أول نظرة في الدراما، صحيح؟ هذا الكلام نحن بالفعل ندركه، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم فعل تصرفات قد تحرك هذا اللاوعي في عقولنا، فقال تعالى في سورة الأحزاب بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا ضوابط معينة لو اتبعناها لن يتحرك هذا الشعور اللاوعي في عقولنا، فهو كما ذكرت لا إرادي. طيب لنقل أن اللاوعي تحرك في عقولنا، ماذا يحدث؟ تحدث أمور كثيرة. من ناحية علمية سيقوم الدماغ بإفراز عدة هرمونات مثل هرمون الدوبامين، الميلاتونين، السيروتونين، وهرمونات كثيرة أخرى. هذه الهرمونات مع اختلاف وظائفها ولكنها تشترك في خاصية واحدة، وهي زيادة معدل نبضات القلب.
فتجد المحب عندما يقابل محبوبته سواء كانت خطيبته أو ربما أمه أو ربما كان يعشق التواجد به، والأجمل عندما يخشع بين يدي الله تجده يشعر بالحب، وبالتالي زيادة معدل نبضات القلب بسبب الهرمات التي ذكرناها للتو. فيقول ذلك الشخص حينها: أنا أحبكم من قلبي. هل عرفتم الآن العلاقة بين الحب والقلب؟ كانت نظرة جميلة من زاوية مختلفة. طبعا عندما تدرس فيزيائية القلب لا يسعك إلا أن تقول سبحان الله، هناك خطوات مفصلة لدرجة الملل حول القلب وآلية عمله، ولكن لسنا في صدد شرحها اليوم لأن الموضوع لا يحتاجها. وأريد أن أضيف أمرا إن سمحتم لي: البعض يجعل اللاوعي الخاص به مفتوحا دائما للجميع من مبدأ أنه متحرر ومنفتح، وبالتالي أي شخص يقابله قد يعجب به ويحبه، وهذه فكرة الأوبن مايندد التي تغنى بها الغرب. يريدون اللاوعي الخاص بك أن يكون مفتوحا للجميع، وبالتالي الوقوع في الحب المتكرر وما يترتب عليه، الحب الذي يسميه أنا بقصير المدى مخيب للآمال. لذلك دع عنك الانفتاح الأعمى وكن متفتحا بعلمك. الله سبحانه وتعالى أمرنا بغض البصر الذي هو من أقوى الحراس على عقلك اللاوعي، وأمرنا بعدم الخضوع في القول كما جاء في الآية الكريمة: فلا تخضعنا بالقول، وأمرنا بالتقوى. هذه الأوامر السابقة لو طبقتها ووضعت هؤلاء الحراس على عقلك لأصبح عقلك حصين وقلبك نقي. وعندما يأتي الزمان المناسب وتسمع لهؤلاء الحراس لشخص ما، سواء لبصرك أو لسانك أو جوارحك، طبعا لشخص أحله الله لك، تشعر حينها بالحب الحقيقي. أسأل الله أن يذيقه لنا ولكم. وأنهي كلامي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به، يعني نريد أن نوصل هذا الفيديو إلى 30,000 إعجاب، هل نستطيع؟ ودمتم في أمان الله. يا محمد، ما أنت اللي شو بدك تتخصص؟ أسوأ يا محمد، ما أنت اللي شو بدك تتخصص؟ إذا بقيت نضحك إذا بس طيب.